طيب امامك خليني العلاقه دي. في حته المشاعر دي ادخل معاكي في حكايه كانت معانا. هي زوجه عندها 41 سنه، جوزها تزوج من واحده عندها 27 سنه، بتقول انا غير مريضه. بصي هتحسي في قهر في الكلام، انا غير مريضه ومنجبه والله. والفكره ان هي اتفاجئت بزواجه وما كانتش تعرف، وعرفت بالصدفه، وشايفه ان هي منهاره فاقده الثقه في انوثتها تماما. من اللي انت بتقوليه او الكورس ده، اتعامل ازاي مع قهر مرأة بتقولي انا اتقهرت لاني انا عطيت كل شيء، انا ايه اللي يخليني وخدي بالك هي طبعا اتطلقت، بس يعني ايه اللي يخليني اتسامح في حاجه زي كده؟ انا كان حلوي حلو جدا، الراجل ده كان on his knees، كان على ركبه حرفيا، انا ساعدته يقف على رجله وخلفت له الاولاد ورعيت له ولاده و و و و، بعد كل ده هل انا وقفته على رجله وعملت كل ده عشان هو يحلف عين ست تانية؟ وانت لما اتجوزتني مثلا من 8 سنوات ما كنتش في هذا الامر، دلوقتي لما بقيت جلوينج وطلعت في حته معينه، انا بقى هل انا اعده؟ هل انا بجهزه لست تانية تعجب بيه؟ فانا مقهوره. جميل جدا. انا القهر ده انا اقدر اتعامل في هذا الامر ازاي؟ طيب اوكي، احنا دلوقتي الفكره الست اللي بتحس بالذل ده بتكون الست اللي هي فضلت تدي 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 من غير ما تاخد، ده رقم واحد. رقم اتنين، العباره بتاعت ايه ده، هو انا عملت له وسويت له عشان هو يقف على رجليه عشان يحلف ست تانية؟ طب ما تيجي نقيسها نقيسها بحاجه اعظم اللي هي الام. طب ما الام بتخلف وبتحمل وبتغير. خليني بس اكمل بس الفكره، بس انا مش بقارن الاثنين مع بعض. ما هي الام بتعمل اللي هي وظيفتها اعظم من الزوجه بكتير في 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 الحياه، وبتكبر الولد عشان في الاخر بتهيئه يروح لجامعه يتجوز وينطلق مع ست تانية، برغم ان الام اولى من اي زوجه تانية، صح كده؟ لا فانا طبعا. دلوقتي عشان لا مش صح، هقول لك ما هو عشان الام عشان مش صح. لا انا انت كوتش وانا فاهمه ده كويس. دي 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 وجهه نظري. احنا بس محتاجين نتفق على حاجه. لا لا خالص، احنا محتاجين نتفق على حاجه علميه، وهي ان الام ليها مشاعر فطريه محدده وكذا وكذا وكذا، وده درسناه في اولى العلاقات في حته الريليشن شيب في اللايف كوتشنج، انه الام ليها تبعيات وليها 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 بوجود ست اخرى اللي فيها السكن والموده والرحمه، اللي هو مش مع الام خالص. الام حاجه تانية. احنا دايما بنقول للستات لو سمحتي ما تبقيش زي امه، لو سمحتي انت مش امه، ما تعمليش الدور ده. ماشي، احنا بنتكلم ان تبقيش زي امه في 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 طباع او حاجات معينه، لكن انا بتكلم مش بتكلم في ان انا بقارن العلاقه الزوجه بالام، لا. اللي انا بكلمه ان الفكره اذا طب ما انا هيأته، طب ما انا عملت له، الفكره مش في كده. الحاجه النقطه اللي بعد كده، هو المفروض الراجل يتجوز امتى؟ هو المفروض الراجل لما يجي يعدد لما بيكون مش معاه، لما يكون مش غير جاهز، لما يكون مش ما عندوش توازن عاطفي، هيتجوز بعد ما بيقف على رجليه ويكون رجل قائم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز بعد السيده عائشه لما حس ان هو كان مستعد وقادر على المسؤوليه دي. بصي احنا فانا عشان بقول لك القياسات دي، انا بس عشان حته انت ذكرتي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معانا عالم من علماء الازهر الحلقه الفائته، وكنا بنتكلم انه زمن الانبياء حاجه ودلوقتي حاجه تانية، لانه ايه التعدد دي برضو من المعلومات دي برضو من المعلومات الخاطئه اللي الناس بتقول لك لا احنا مش في زمن التعدد. لا مش في زمن انا ما قلتش انا دي دي عباره ماشي دي عباره خاطئه صدرها سامعيني يا حفصه بتوع الدين. انا بقول لك انا مش بقول ان هو غلط وان احنا مش في زمن التعدد، لا التعدد كان موجود، ولكن ما اعرفش عندك المعلومه او لا، ولكن حتى العشره المبشرين بجنة كانوا معددين، كان كل واحد فيهم بيقولوا المتوسط بتاعه 9 زوجات، ولكن ابو عبيده هو الوحيد اللي كان عنده زوجه واحده ومتمسك بهذا الامر جدا، وكانوا بيعتبروه من شواذ القاعده. فنزلت الايه مش لبوح التعدد، ولكن لتقنين الشروط، يعني احنا حطينا شروط واضحه لهذا الزواج. لذلك الكيس اللي كانت معانا دي مثلا، عالم الازهر قال زوجها اثم لو اتجوز عليها، عالم الدين قال زوجها يكون اثم، لان الست دي هو ما شافش منها حاجه وحشه، ربت له اولاده، عملت وعملت، قلت له هي منهاره وبتقول انا تعبانه ومنهاره، قال من حقها، لان هي ظلمت، هي كده ست ظلمت، وده خيانه للعهد. ماشي. اوكي خلاص، لكن انا امي طالما بتربيني الست دي حاجه العلاقه تانية. ما ممكن الام بتظلم الولد على فكره، عادي جدا، وفي امهات كتير ظلموا اولادهم طبيعي، عشان كده بقول لك الام حاجه والزوجه حاجه. الموضوع
خليني اقول لك ان احنا لازم اغير القناعات والافكار اللي جات لي من الدين، معلومات خاطئه. يعني انا عايزه اقول لك ان انا بقالي في المجال ده سنين كتيره جدا، وقدرت ان انا اساعد حتى الزوجات الاولى يتخطوا حاجات كتيره بعد ما فككوا القناعات، زي مثلا الراجل قاسم من اي من اي من اي كتاب جالي ده. لازم ارجع للنص الديني، الكتاب اللي هو كتاب الله بيقول لي، على فكره كتاب ربنا موجود فيه كل العواقب وكل النواهي وكل الكلام ده. طبعا حد يطلع لي من اي حد من بتوع الدين يطلع لي حاجه بتبين ان الراجل المعدد آثم، ده رقم واحد. لو احنا بنتكلم في طيب الظلم، ممكن اسالك بما ان انت بتتحدثي بالدين، طبعا احنا غير مخولين هذا، ولكن بتكلم في ان طالما انت بتتحدثي بالدين جدا بغض النظر عن الشيوخ سواء انت معتده بيهم او لا، دي حاجه على جنب واكيد دي حاجه شخصيه، ولكن انا بسال دلوقتي ايه الايه او الايات اللي انت بتقولي ان هي دي صح والراجل غير آثم تماما ويتجوز ما يحلو له بدون شروط؟ لا مش بدون شروط. حتى شفتي حضرتك حطيتي كلام في لساني انا ما قلتوش. انا قلت بتقولي يقول ان هو آثم ثانيه واحده في شروط اكيد في بالراحه بالراحه احنا الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. فانا بقول لك دلوقتي انت قلتي ان مش من حقه يقولوا ان هو آثم ورجال الدين بيقولوا ان الراجل ده آثم، ازاي يكون آثم وما فيش اي حاجه بتقول ان هو يكون آثم في الدين؟ فانا بقول لك لو ما اقامش الشروط لا هيكون آثم. هل انا بقول له انا بروح له اكيد اكيد طبعا.